جيت بدأت لما بدأت من 9 سنين، أسسها الباشمهندس أحمد الشربجي. الباشمهندس أحمد الشربجي كان بياخد تدريب في شركة، واتضح ساعتها إن في ناس المهندسين ساعتها ما كانوش فاهمين قوي التدريب كان ماشي إزاي، فاضطر ساعتها إن هو يعني أو حب ساعتها إن هو يأسس جيت عشان يبتدي إن هو يأسس المهندس، سواء إذا كان من الجانب النظري اللي بيدرسه في الكلية حاول إن هو يطبقه في مجال العمل. دي كانت الفكرة من 9 سنين. على مدار 9 سنين اللي فاتت وفرنا أكتر من 3500 فرصة تدريب في أكتر من 45 شركة. جيت بدأت من 9 سنين، هي اختصار لجو اهيد تيك اكسبيرينس. برنامجنا السنه دي بينقسم لثلاث حاجات. اول بروجرام ان احنا عايزين نساعد طلبه سنه اولى ان هم يعرفوا الاقسام بتاعت الخاصه بالكليه. القسم الثاني ان احنا عايزين نساعد الطلبه جوه التخصص بتاعهم ان هم ياخدوا كورسز اكتر في مجال تخصصهم. ثالث تراك احنا ماشيين فيه ان احنا عايزين نساعد الطلبه اللي مش مشتركين في انشطه طلابيه ان هم يشاركوا في الانشطه الطلابيه يبقى ليهم دور فعال جوه الجامعه. ان شاء الله السنه دي عايزين نوفر في اجازه نص السنه 15500 فرصة التدريب لأكثر من 45 شركة. رقم